كان صلى الله عليه وسلم يخطب النساء، يعني إذا أراد أن يتزوج امرأة يتقدم لخطبتها، يخطب النساء، مكتوب يخطب، الصحيح يخطب، كان يخطب النساء ويقول لك كذا وكذا، يعطيها المهر النبي عليه الصلاة والسلام، وجفنة سعد تدور معي إليك كلما درت، يطمنها أنه ما تجوعين، ولو أنا نبي وأنام يوم شبعان ويوم جوعان ويوم عندي ويوم ما عندي، لكن اطمئني الطعام وما ينقصك شيء. لأن سيدنا سعد بن عبادة كان يرسل كل يوم على مدى سنوات، ليس يوم وأيام، على مدى أشهر يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جفنة، يعني صحن كبير يسموه جفن العرب، فيه طعام يعني يكفي إلى أكثر من 15-17 رجل يأكلون، النبي وحده، وكان يأكل هو وعائلته تأكل وخدامه يأكلون والذي يأتي إليه ضيوفه يأكلون، وتبقى وكل يوم يرسل سعد أخرى، وجفنة سعد تدور معي حيث دار، الله أكبر، الله حيث درت كلما درت، صلى الله عليه وسلم يرغبهم، سبحان الله. نعم.